تعال نروح للمؤتمر الصحفي لمنتخب مصر قبل مواجهه جيبوتي في تصفيات كاس العالم 2026، وبعد كده نكمل كلامنا. خليكم معنا. هنبدا دلوقتي مرحله جديده وهي مرحله التاهل لكاس العالم. واكيد انتوا عارفين كلكم ان الطموحات اللي احنا حاطينها للمنافسات دي ان احنا نكون حاضرين ان شاء الله في كاس العالم. Começar o mais forte possível, ganhar já o primeiro jogo, é esse o nosso objetivo e é isso que estamos focados em fazer, a trabalhar muito e bem, com muita qualidade e vamos enfrentar este primeiro jogo com uma grande vontade de querer ganhar. طبيعي جدا ان احنا لازم نبدا بدايه قويه. البدايه القويه دي هتكون حافز قوي لينا في المنافسات كاس العالم. بكره هي تعتبر اول مباراه واحنا بنسعى ان احنا نكون ان شاء الله المتفوقين نفوز بنقاط المباراه غدا عشان تكون بدايتنا بدايه قويه ونقدر ان احنا نكمل مسيره التاهل لكاس العالم بشكل جيد. سؤال جيد جدا. Nós trabalhamos com base em conceitos e em princípios do nosso jogo. هو احنا الشغل بتاعنا هو عباره عن شغل اساس قاعده يعني، والقاعده دي بنخلق منها مبادئ، هي دي مبادئ لعبه كره القدم او مبادئ هنمشي عليها في المسيره بتاعتنا في كره القدم. يوم مساج ان كناش تماش تمش باسار اي بروفيتار اي ريكونيسير كو سالا اي اون دو جونيور جودور دو موند. والرساله طبعا احنا عارفين ان الكابتن محمد صلاح يعتبر من افضل اللاعبين على المستوى العالمي. اي سي اكيلا زونا ستيفير مايز ماركادا او سي اوفير مايز جودورز ماركار اون ترمينات جودور باي فالتار اي اوتر لاد. فكان الرسالة إن وقت ما هيكون أكيد في رقابة ورقابة قوية على لاعب مميز في مكان معين أكيد دي هتقلل الرقابة في مكان آخر. وإحنا اشتغلنا على القواعد دي. Nestas dinâmicas que às vezes surgem nas equipas de pressionar ou de marcar um só jogador. ان اللاعبين تقدر تفهم كويس قوي ان ممكن يبقى في تحركات وفي ميزه ومساحات ممكن تفتح قصاد اللاعب في حاله ان الفريق الخصم يكون بيركز او بيحاول ان هو يكون عامل مراقبه قويه على لاعب معين في المباراه. Muito particular. وطبعا الظروف اللي احنا فيها دي وخاصه مع المباراتين دول تعتبر ظروف خاصه جدا. Nós vamos jogar agora e depois vamos fazer uma viagem de aproximadamente 9 horas. يعني احنا هنلعب المباراه وبعد المباراه اليوم اللي بعده هيكون معانا رحله طيران تقريبا بما يقارب التسع ساعات. ويومين فقط اللي هو الفرق بين مباراه ومباراه وبعد كده نلعب المباراه اللي بعدها. Vou entrar nos dois jogos os jogadores que nós entendermos que têm as condições para lutar arduamente e difícil por essa vitória. واكيد اللي هيكون بيشارك في المباريات اللاعبين اللي احنا شايفين ان هم هيقدروا يحاربوا ويقاتلوا بشكل قوي جدا من اجل الفوز في المباراتين دول. بس الهدف الاساسي في المباراتين هو الفوز. هو اول حاجه القرارات اللي بياخدها المدرب كلها قرارات فنيه. يعني احنا في اللحظه دي معانا ثلاث لاعبين كلهم بيلعبوا في مركز المهاجم. ومحمد مصطفى وشريف ومرموش. معانا محمد شريف ومعانا مصطفى ومعانا عمر مرموش. بوش بيرفورمانس. أدائهم جيد جدا. كيش ترازير دو فاكتو شريف بوركي تاني كوستاد داكلو تاني فيشت نو جوكش تاني فايت اولون دو ديشت بريود. أنا يعني المرة دي في المعسكر ده يمكن احنا استدعينا محمد شريف عشان أعجبت بيه جدا أو أداؤه كان كويس جدا في المباريات اللي هو أداها مؤخرا مع فريقه. فالقرارات كلها هي قرارات فنية مالهاش أي علاقة بأي مشاكل أو حاجة زي كده خارج النطاق بتاعنا. بالنسبة للاثنين لاعبين اللي حضرتك سألت عليهم هما اثنين لاعبين انا على الشكل الشخصي عجبوني جدا. وشيكابالا كنت كوندا تا في سبورتينج. خاصة شيكابالا انا اعرفه من ايام كان بيلعب في سبورتينج. بورتانت كنيسو اولغون تيم. نيست مينت انتندمش كو يو انتند كو النوسا بيرسبكتيفا تنك سير او ميزم تيم تيرا كواليداد. مش بسيبل ير اكشنتاند جنت جوفن تما يو اسلاسون. فعشان تبقى عارف ان وجهه نظري
ان احنا برضو من هدفنا ان احنا يكون في عندنا كفاءه فنيه حاضره معانا في في العناصر ماشي، وعلى قد ما نقدر برضو نقدر ان احنا نوفر كفاءه فنيه مع عنصر يكون حديث السن شويه. Acho que a minha missão é também escolher de facto a melhor equipa, mas ao mesmo tempo ir preparando aquilo que vai ser o futuro imediato e o futuro a médio prazo da seleção nacional. لان انا طبعا هدفي الاساسي او وظيفتي الاساسيه جاي في ان انا المفروض بختار الفريق او العناصر اللي هي بتمثل المنتخب، بس في نفس الوقت انا برضو دوري ان لازم اكون بعمل اعداد لخطه قصيره الاجل وخطه طويله الاجل من اجل منتخب مصر. Nós temos que conquistar de facto novamente os adeptos egípcios. احنا لازم يعني نقدر نكسب ونقتنص ويكون في صفنا دايما الجمهور المصري. Nós estamos a ir fazendo a nossa parte. احنا بنعمل الواجب بتاعنا او الجزء بتاعنا. Jogar com entusiasmo. ان احنا نلعب بحماس. Jogar a querer ser uma equipa afirmativa no jogo. ونكون احنا فريق ثابت اثناء طول المباراه. Jogar como uma equipa grande. ونلعب قصاد فرق قويه كمان. E portanto, isto vai levar a que as pessoas vão cada vez chegando mais a nós. وده اللي بيساعد ان دلوقتي تبتدي الناس تهتم بالمنتخب وتهتم ان هي تتابع المنتخب ومباريات المنتخب. Não é de um dia para o outro, porque de facto as pessoas habituaram-se muito tempo a estar a ver televisão e a ver os jogos na televisão. فهي مش مسألة يوم واليوم اللي بعده الناس هتحضر، لأن الناس دلوقتي اتعودت كتير إن هي تقعد في البيت وتتفرج على المنتخب وهو في التلفزيون. Mas eu quero deixar um desafio também a todos os egípcios. بس أنا عايز أدي يمكن زي نقطة تحدي كده لكل الجماهير المصرية. Nós somos grandes, somos uma grande nação. إحنا أمة أو بلد كبيرة. E queremos ser grandes dentro do campo. لازم نكون كبار داخل الملعب. E acho que também devemos e temos que ser grandes fora do campo. وكذلك برضو نكون كبار خارج الملعب. E a mim custa-me ver alguns países que têm de facto muita gente no estádio e estes jogadores são craques, são jogadores de exceção, não ter essas pessoas no estádio. وازعل قوي وقت ما اشوف ان في منتخبات ما فيهاش نفس العناصر اللي عندنا بيبقى حضور جماهيري قوي، واحنا عندنا لاعبين مميزين على مستوى عالي ولاعبين برضه حالتهم بنقول حاله استثنائيه قويه وما يبقاش في حضور جماهيري. Nós estamos na presença de um dos grandes jogadores do mundo. يعني معانا دلوقتي حضور للاعبين يعتبروا من اهم اللاعبين على مستوى كره القدم العالميه. Se calhar quando ele acabar já não vamos ter outro tão brevemente ou podemos não ter. ويمكن من اللي يحصل ان مثلا بعد ما اللاعب يخلص المجال بتاعه الكروي ما يبقاش سهل انك تحصل على لاعب برضه بنفس المستوى ده بعد كده. E sei que não é fácil e agora vai ser processo que tem que ser processo mais longo, mais demorado. لان عمليه طويله شويه ومحتاجه وقت برضه. Mas nós temos que estar presentes todos e nós queremos que o egípcio faça parte destas vitórias que nós vamos conquistando. ولكن الواجب على الجمهور المصري ان يكون حاضر وبيدعم، لان احنا عايزين في الاخر ان النتيجه تكون برضو جاية من دعم الجمهور المصري. انا حابب اتكلم على الماتش بكرة، طبعا ماتش مهم بالنسبة لينا كمنتخب مصر، عارفين اهمية الماتش لينا بكرة. البداية لازم تكون قوية عشان خاطر البداية تكون قوية اكيد بتدينا دفعة كويسة وبتدي اللعيبة ثقة في نفسها، وكمان المنافس الخصم كمان اللي في المجموعة كمان يعرفوا المنتخب مصر مش جاي يعني يهزر في مش جاي يهزر مش جاي اللي هو ما يصعدش، يعني احنا هنعمل كل حاجه في وسعنا اللي هنصعد كاس العالم ان شاء الله. عارفين ان ده حلم المصريين كلهم وحلم طبعا الجهاز الفني واللعيبه، فان شاء الله نقدر نحقق ده ونقدر ان احنا نوصل كاس العالم ان شاء الله. بيتهيألي احنا اكيد بنتكلم مع بعض يعني، بس اكيد مش محتاج كلام دي يعني، اهميه كاس العالم واهميه اي لعيب يلعب في كاس العالم فديت حاجه مش محتاجه كلام تهيألي يعني. فطبعا احنا بنتكلم مع بعض وبنتكلم على اهميه المرحله اللي احنا داخلين عليها ككاس عالم كبطوله افريقيا، فبالتالي كل الناس يعني حاسه بالمسؤوليه ديت وحاسين ان احنا عاوزين نعمل حاجه لنفسنا والمنتخب يعني. بصراحه يعني احنا بنبقى زعلانين جدا طبعا ان احنا بنيجي نلعب في بلدنا وفي استاد القاهره ومفيش في جمهور يعني، فاحنا بنشوف لما بنروح الجزائر بنروح اي بلد افريقيا اي بلد تونس اي بلد افريقيه بنشوف قد ايه الجمهور مع المنتخب، بنشوف قد ايه الجمهور مالي الاستاد. فبيتهيألي يعني دي بتبقى نقطه قوه بالنسبه لهم يعني، احنا بنشوف دايما اي فرقه بنروح اي فرقه كانت صغيره كبيره بيبقى الاستاد مليان، فانا بشوفها شويه اللي هي يعني مش كويسه اللي احنا نلعب في منتخب في بلدنا هنا وما فيش جمهور،
ويعني بتمنى الجمهور تاني يرجع تاني الاستاد ويبقى مالي الاستاد، عشان احنا كلنا بنحب البلد، يعني كلنا بنحب منتخب مصر اكيد، والناس حبانا نكسب وحبانا المنتخب يوصل كاس عالم وناخد بطوله افريقيا، فاحنا بناخد يعني القوه دي منكم، يعني بناخد القوه دي من جمهور مصر طبعا. فبتمنى ان شاء الله بكره يكون الاستاد مليان ان شاء الله، ويكونوا جنبنا في كل الخطوات اللي احنا جايين عليها.